خوتي السلام عليكم، المرحبا، راكم عارفين معكم خوكم عزيز بوزي. ديما كنقول لكم اللي ما ابونيش يدخل يتابونا، ولا ما تنساوش تغيميسات، غمسو غمسو كومنت الزوله القبيح. ما عندناش المشكل باش تجي ماما تلقى راسكم الفراجه راكم بوزي. واجا ديما كنقول لكم قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، اللي مريض دعيو معاه الله يشافيه، اللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئها لي اخوتي. ونحكي لكم واحد القصه، قصه فريده من نوعها اخوتي، قصه قديمه لكن غير باش يعرف بنادم يفهم ويتصنت ويعرف الصحاب. حد ما تكونوا جوج ولا ثلاثه ولا كذا، شكون اللي كيخرج عليهم السبب ديالهم شنو هو؟ ارواح معايا القصه اخوتي. حيت انا صغير حضرت على هاد القصة وجاتني في بالي بارح بالليل، قلت انا هاد القصة ما عاودتهاش كيفاش. كان واحد الشخص كما كنقولو من الابطال تاهو ديال مدينة فاس، من الابطال من الرجال كما كنقولو، من الناس اللي كي بحال دابا كاين هداك هو اللي شتو تفرجت فيه شحال كومبا خوتي قبل الى كنا صغير. كنت فيه كنت كنسحبو فيه ربعة خمسة باش كنت كيدابز هو بركيزة بركيزة كنت كيدابز معاهم كاملين. شنو كنعاودكم قديمة زهرة صغيرة، هو شنو كيبيع، شنو كيدير، كيبيع الشراب، يخدم على راسو، الساعة خصك تكون مكتبش الصنفير متعيش، يسبو وحدو لي في دارهم بحال دابا البوطولة، هو معايا صنتو، المهم كان الخدام. الخدمه كانت شحال هادي كلامها شحال هادي كاملين كيكون يديروا الخدامه، كيبيعش بيديك هو كيمشي كيتسارى بالموتور هذاك ديال الخدام. شكون ديك البلاصه ديال من ديال فلان حيت مخدمش زعما عليها بنادم شحال هادي بنادم كيسمع غير السميه واللقب كيبقى يطاطي عكس دابا. دابا متبقاش ولا مكيحشم بنادم. انا بكم حضرت على شحال من كومبا ماشي غير هادي، ماشي ديك الركيزه ولا هضرت عليه عاوتاني كومبا دابز مع جوج الخوت واحد كيبيع الشراب واحد كيبيع الشراب. والله حقا ربي يشير عليه واحد اللي لابس سونطر، واحد السونطر هو يشير عليه بيه. نقول لكم شحال هادي بنادم عرفتي قداش تبارك الله طولة وصحة مع صحراوي عندو الترباب الله يعاون، بسم الله خوف الله إلا حكم بنادم الله يعاون. اش كنقول لكم راه قديم، انا جايكم القصه ديالو كيفاش يبقى له وكيفاش تفهموا وتعرفوا. في شحال هادي كان العشرة كيتعاشر بنادم مع شي ما كي هذا صاحب مع هذا تعاشر معاه كاينش الخيانه ولا هادي ولا هادي، ولكن تجيو وتعرفوا شنو هو السبب ديال بحال داك الديسك ديال سامو الحنين اللي غنى زوج صحاب صغرو مع عشرة واحد اللي سكنوا قلت لينا مرة بحال داكش. رواو معايا إلا جايكم القصة كي داير شحال هما محاشرين. واحد الدريلي كان كيخدم عندو دار عمل لي دير بيه خير، عندو دار عمل كيشخر الحديد، الدريلي الحديد خاطيه المشاكل مكيدابز مسكين ما والو، عارفين بلي لونطري ما هادي هادي خصو ايام الصغر الجيام ديال القديم ديال شحال هادي كان هادوك العائله كيبغي صاحب مع شي واحد كنقولو من الانظار صاحب من هنا صاحب في كاع باش واحد من يتصر عليه ما علينا. تعاشر هو وياه، تعاشر هو وياه الاخر سنطيب بطال وراجل مزقو، الاخر عاوتاني كيتريني الحديد وهادي المهم تعاشر اخر مبلي بالكاس او راه ثاني تاو بلي بالكاس جلسو كي يبلغو كاملين عندي عندك عندي عندك مدات 10 سنين وما متعاشرين ولا اكثر. اه بحال الخوت بحال الخوت كتفرقهم اي هذا باغي النعاس بلا نمشي لدارهم نمشي لدارهم هذيك اللي كتفرقهم بحال دابا كيقيلو بجوج عادي عندي عندك بحال ديالي بحال ديالك الاخر اصلا قلت لكم عطال وكدا رزقو ماشي رزقو لا ما جبت السميه ديالو راكم عارفين حيت بنادم السميات كتلقى فيهم شويه التعرقيل كسر المهم كسر من 10 سنين من محاشري. هذاك الدريري اللي كنت كنشخد الحديد شاف واحد البنيته
تعاشر معاها، صامتو تعاشر معاها، عاشر معاها عندك عارفين أي واحد كيدير علاقة تعاشرو، ويمكن يجيبها كيجلس على الآخر، الآخر قومي ما كاينش ما يشوفش فيها ما والو ما عادي ما يتصارش عليها ما حتى حاجه، يتصار عليها واحد اخر نوبي يفركت له وجهه، شوف واش عرفوا من الرجل اللي كان شحال هادي يخلي حداك من الامانه كتبقى محطه وطا، خلي حداك البنت كتبقى تسنى ما كاينش دابا تخلي حدا بنادم تليفون غير الدور تمشي غير تجيب كاره وتجي ولا تجيب مولادا وتجي تجي ما تلقاش التليفون فين قلت له عاد خليتها ما خليتيش والله ما خليتيش يا جاي صوني تفوق التليفون شاف عند واحد لواحد شو شحال هادي الصحبة كي كانت الرجولة والصحبة ديال دابا هنايا سنتو خوتي باش يفهم بنادم ويعرف ويفهم شي حوايج اللي دوزو من الناس قدام حضرت عليهم انا وشفتهم وهادي مكاينينش دابا تمسحو تنتركو ما بقاوش كانت شحال هادي الحشومة كانت شحال هادي الحياة كانت شحال هادي المرأة كتوقف باب الدار وصلة الخبز الحومة كيسعي كيشوفها كيسبق يديها على الفران كيلقى المرأة هزا القفة مو يسوسها كيقول لنا القفة وطلع على صاب الدار الوالد تعمر البوطة راه المهم تيطلع للدار يعمر دابا والو ما كيلقاها واقفة باب الدار شادة وصلة الخبز كيتسوق لهاش غادي كيجيب التليفون كيسكونيكتا كيلعب شوف المرأة هز الثقل ما يعاونهاش علاش تحيدت الحشومه شحال ديك الحياه والحشومه ما عليناش قلت جلس مع هذاك يمشي للسد بحال كما كنا كنحاسبهم خوت المهم هما كانوا بحال الخوت بحال الخوت اخوتي هنا تعرف شنو غيوقع صار نتوما يمشي الاخرى ديك البنت اللي تعاشرت مع داك خونا اللي كيلعب الحديد شافت الاخر بطال كلشي كيدير منو هكا كيدهشر منو صنطير اي سي فلانه 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 فلان سي فلان سي عندو جوج الخدامه جوج خدامه كيديروا الشراب الخير هو ولد الخير عاوتاني هو بحال بعض المرات عندها باش تعيد يسمي لها باش تعيد ما عندوش كذا مصروف يعطيهم مصروف حتى كيلقى شي جوج كيدازك عاد ما عجبهاش كداز صالحهم صالحهم صالح الرجال علاش كان قاب بغيتو قرعاك وقرعه بغيتو تشري ما كيلقى الرابه كيلقى كل ولد الخير مسكين جايكم مهم البنت بحالي ربعه شقلق عليه ومسوق لهاش حيت جايبها خوه وصاحبه كانش داكش بحال هادي ما كانش التحراميات اللي بحال دابا بغاك كني هو مسمار ما بغاش عيات ما بغاش عيات ما بغاش مرة عيط العشيرة ما كان شي عيط العشيرة قلت تسند نظر معاك قلت مرة تبغي تجي لعندي اجي عندي مرحبا بك بوحدك باش تجي معاك داك الموسخة لا ما تجي لعندي اخر شو ما صدقوش انا بيك شي حاجة اللي مزيانة قال له كيفاش قال له كي كتسمع كي قلت لك ما بسمع حيت نسى صاحبي بحال خاي وشو كثر من 10 سنين ولا 10 ما تقولش شي حاجه لي العائله وانا مجرم هكا قال له نسى العائله وانا مجرم كاع سي لا غدا نسى سير اخي الله يسهل عليك وانا خليني اخي طريقي خويا نسى عزيز عليا نسى كذا نسى كذا قال له المهم انا قلت له هادشي لحدايا مرحبا بك تقص معايا شحال من عام انا معاه قال له يقول لي شنو وقع قال له ما نقولكش سير سولا هي تقول لك مشى شي يومين ما داش نهار الثالث جاي لعندو نهار الثالث جاي لعندو نسول صاحبي فلان قالت لي ما كاين حتى شي حاجه هو قال لا قال له ما كاين حتى شي حاجه خالي انا غير قلت لك صح خويا عزيز عليا وشو كنت مع الرجال مع هادي ومع هادي مع هادي ما خصناش يكونوا غيار قال له لا ما كاين حتى شي حاجه اصلا هو ديك الدري اللي كيلعب حدي معاك ان شاء الله وهذاك عسير ما غيدابش معاه شوفو غير تخربيض غير
المهم كانوا كيبلغوا بجوج بلغوا بجوج على الاخر بقى كيرحبوا قال له زعما الله كذا مشي مور داك فلانه نجيبوها وكذا حيت جمد الاخر عطاني هم الابطال وهذه بغاش يطيح له الكلمه ديالو حيت صاحبو كيحسبو بحال خو صغير وهذه شحال هذاك هادشي 10 خوتي راه العيله يلاه محمد رسول الله راه شحال الصحبات شحال هادي راه ما كاينش بحالها قالو فين كتسكن قال لي فين وين يلاه نمشي انا وياك شي يعني خويا نساو شحال هاد تما هادي هو ويا طراح 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 ما نبلغ كاين ما حكي ما شتي ما غادي نطوبي كيوصلو كيجيب لاخر لا لاخر كيتسنى مشى لاخر عيط لها خرج جاز زيدي فينا كيكسو مع الرئيسة كيبلغو كيبلغو كيكسو كيشربو هو كلشي كيعرفو من الأنظار من الأبطال تا هو من رواقنا القدامي من الرجال كيبلغو دور رجال دارت الهضرة مال قال لها انتي كدا ما كدا راك يا عارف ما عارف ليك جاب كي داير هذا واش ماشي راجل اللي انت هي شحال من 10 معاه بقيت تزل على واحد اخر بحال تقرر قاعدة خاص ما ديك الراي شي راجل لو كيفاش انا باش راه قالو الشيء هادي راه 600000 مرة وهي رامية عيني عليا وانا راك عارف صباح الخير وكدا وراه ما نويل ما باغيش وهادي باش انا ديك المرة قلت لك تعاود جيبها لي ملي تجي تقص معايا اجيب وحدك قال له شنو قلت لي هذيك الخطره قال له انا هضرت معاك وتفهم هضرت معاك وتفهم الا غتفهم خاصك تفهم ما فهمتيش كاع لا تفهم سوقنا تبين كوبينا ماشي سوقي فيكم اخر بحالي ما تكيحس معاها ما لعب عليك الشراب بنادم راكم عارفين اللي كيكون كاس مع واحد اخر من الانظار من الابطال ولا كيكون هادي جامز شوف قوت اسا خوتي كنقول لكم راه بنادم اللي كيكون ما صافيش في العشرة راه ما صافيش في العشرة شوف السبب ديال شنو وتلقى مرات وما تمشي هذيك الخطرة عندها وبين الخلو وقالت له شنو 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 ودايرين له الحساب دايرين له حساب القلب ديالو ما علينا هذا الشراقة كيتعاود عندها عندك عندها قوي جاي يعني الاخر عندها شفرة شفرة ديال صحاب قزارة صغيرة تعرفو الا مبركش عليه السبب ديالها شكون هي هاديك راسية اللي عم راسها الدو كوارال طراق الله ابا ضربو زاد شويه لاخر مع ضربو ضربه فرياز زاد شويه لاخر مع مبلغ مع كدا سكين طاح الله يعاون هاك الطاقة وياك مشى فين غاتمشي فين عندك غاتمشي هاك غاتمشي قال لا انا فهاد غاتسطح سيري جيب لنا جوج قرعات واجي انت خليك ما تخرجش عندك يجي المخزن يسقى دايك ولا شي حاجه ولا كذا عندك كتثبت اش مش عارفو والله سي راه صرا فيها موسيقى القضية طرق طرق ستواكسي يا هاد الله والبيجي قطع ولد الجالي طرق مرحبا يرحمه السعدي الشريف العالمي السلام عليكم اشنو كاين فلان راه قتل فلان كيفاش فلان راه قتل فلان وراه خبع في السطح واحد السطح انا عارفه راه صيفطني نجيب الشراب شكون شكون هذا شنو غادي دير تسنى هاد الدري عيط للبريغاد ديالو طرق طرق كبر كبر قال لها غتمشي داز عند الكراب داز جوج قرعات قال لها طلعي من السطح وغتجلسي وتثبتيه تعاودي معاه تثبتيه وهذه وهذه تشاو داكشي اللي دار صوال بقاو شي قسم 16 البريكاد راكم عارفه الروح فيها لا احمد لا محمد
دوش من الميني هرم ربما يصير تم سطاح ربما طلع بيلاز صاحب نفسك الله يرحمه نص عليه قارش نص ساعة وكذا سكت طالع من باب الدار قال لي منكم سطاح حسب يطوقوهم طراق تصفوهم شكلوه تبسوها زي سامر من طوال زي ما كبر طويني بيه هو زيدوها اللي باب طراق طراق طلعي معانا سبيني إن شنو كاين يعني اسكت باه فيه الصحاب راكم اللي كيسكرو بيناتهم قلت لهم شو علاش وعلاش وعلاش دونك اللي كيسكرو بيناتهم هما فايتين دابزين وهادي وهادي ورا هذا عشان هذا شفرة هي قالت لهم كنهضر شوف الشعر الله سيما خطار خطار قالت لهم انا عايز كنهضر معاها وكانوا تسمى صحاب بحال الخوت هادي بهادي 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 وهي مولات القالم هي مولات الفيلم الهندي هي مولات لاي دورة كيصيفطوها هي كتمشي بحالاتها تبقى صاحبنا رمان كيطلع ويه هو كيطلع ويه هو كيطلع ويه دارت بوم دارت بوم جنانات فاس كامل فلاك فلاك كانوا معاشرين الصايب بحال شي شوش كيكونوا معاشرين كانوا بحال الخوت كيتفرقوش تفرقو غير النعاس لبس الاخر سبرديس وصل الاخر حوايج عطيه اللي بغا يزلو موتو ولا اي حاجه بغاها كاينه شو السبب شنو هو ما عليناش شحال كيعطيو لهاد اللي قتلو كيعطيوه 15 عام حيت غير ضربه وحده 15 سنه صان صب كيدخل الحبس دخل الحبس كيمرض كيمرض باش مرض الضيقة الضيقة ومرض الصدر وبقى كيعاني في الحبس ربي بغي يعذبو في الحبس يعذبو تيخرج وبقى كيعاني قالو لي دريوري بحال صغير عارف الهضرة كدور كيسمع بنادم وكيفهم حنا حتى حاجه عندنا في الاحياء الشعبيه ما كتخبى كتجلس معنا هادو ابطال جالسين هنا كيتاب حنا كنجلس انا صغير ولا كتصنص راه خاص تصطف في العلا شنو واشني في العلا شنو واش كتولي كتفهم شي حاجه اللي هي كبيره عليك بزاف وحضرنا على شي حوايج مازال دابا ما يوصلهمش ولا مثال قدام تصور حومة كتسحابة في هذا خونا اللي مات الله يرحمه هو بوحده ولبس الراعية حاش الراعية في الشورت وبركيزه كيشير مرة مسنطر ومرة على عرق بزي خوت الحامة كنقول لكم فيه كنت في شي بطل الله يرحمه يسع لي خيالية ما فيش شحن قط يشوف يشوف كتسغان مع شي واحد حاضرك ولا شي واحد كيف الزطا كيبزطو حيت كيعرفك حقور شحال هادي راه باين بنادم كيجيب لك القبله مغول عليه عطي لما كندير لك ندير لك كيبلو قالك عاد منه انا حاقرني هادي كيبقى يبكي وكيشوف كيقيس بو طق 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 كيزنفر ولا قرصني كيدير كيحني راسو كيمشي بحالو نفس عرفنا نكاموني صان صخوتي 15 سنة ديك الصحة كان مكان لها 60 عام في الفين كان شي 60 عام إلا عطاوك 15 كضرب الكويزة بلا نقصوك شي شوية ما نقصوك شي 8 كرام عطاوك 20 كضرب درهم نقصوك ما نقصوك شي 8 كرام شحال ما عطاوك كضربها المهم مسكين كما كنقول ها هو لا الآخر كانوا صحاب وين السبب ديال هادشي كله شكون هي هي الله صيانة راسي انا هي اللي دارت القالب قالب لمن جوج ديال الرجال انا كنعرفهم وكان الاخر ضحهم الاخر كنعرفهم كلشي كان اي واحد قلت له قلت لكم السميه غادي يقول لي من المراه راه هي هذه كلي لا لا الاسماء داك الشيء راه قديم صار راه غادي نقول لكم شي 27 عام ولا 27 عام الناس اش كتقد كيشوفوا جوج مع شي ولا ثلاثه ولا اربعه مفاهمين ما
اخر عندهم الخير اخر خدام على راسهم بوقر كلش كيدير هكا وكل كيجمعوا عليه الانظار كيلبسوا كامل كتلقى بعد 14 جالسين مع كلشي بالمواتر السيسيليات هي مواد بزاف الجنان زاد الزرابه كيلبسوا كيشربوا في الشارع سام خزر كان قليل كلشي كيبغى الله الضحك والنشاط والطوبه في مطلوقه والخير ياسر كيجبوهم في داكشي شكون السبب؟ السبب هاديك الوزه هي السبب هي اللي قالتلهم الدمار قالتلهم الاعصاب الرويضه قالتلهم النار في المسمار باش تفرق هذاك مع هذاك بغات دابا هي تهنى منهم بجوج شوف طريقه كي دارت طريقه ديال لاسيرات البريد شتي داك جوج مع عشرين خلاص الاخر لا هادي منه ما صبرش معاه سيري بحالاتك دمري الجوج ديال هاد الناس المهم ما عليناش ضرب مسكين صاحبنا ابو مال 15 ضربها ضربها خرج مراهن خرج مراهن بحال كيضرب في السيفي باش يعرف بنادم هنا يعرف بنادم صحابي غادي تتعاشر مع شي واحد تتعاشر معاه من القلب من قلبك متغدروش خرج واحد اخر يقول لك اشني واشني قال فيك ولا قال لك كدا ولا فلا ولا فلا كل هاي سيرة اخي كنعرف انا داكش كيسوى فكرة خاي بلا ما تقول لي انت ملي قال شي حاجة فيا هانية ماشي مشكل ملي سبني ماشي مشكل حيت كنبقى ديما خاي صافي شغلك انت خاي هكا كنعرف اللي كيخدم العقل ماشي جا عندك واحد اخر وقال لك ولا جات عندك واحد اخر وقالت لك فلان صاحبك حقا قال لي وكان كيتسلل عليا ولا كيدير لي كتمشي انت خصك واخا بحال خوك كتمشي تهز الشفره كتقول لها كتهضرش معاها طراب كنقسمو باش هي كتبقى راه جوج كيدافز عليا انا كدا خص بلا ما يفهم المهم ما عليناش كيضرب مسكين شي 13 عام 13 الصاد خوز حق ربي لا العافيه وكنصور لكم فيديو على عارف سي خوزي الى العوافي وهم اللهم لك الحمد مشيت 13 سنه مسكين 13 عام تحت السهل وصلك صارو 13 سنه ماشي غير في حبس واحد ضربها ما خلاتها حبس ما خلاتها حين قادو ما خلاتها كل اسم خلاو طيطا ما خلا سوق الاربع ما خلا سانترا ما خلا حبس العواد شحال الحباسه ضرب بنادم والمعاناه سبلان الاول قبطا كيمشي اول دخل عندو السجن مريضوره بروح ب 15 سنه وشكون قاتل الصديق الاعز الصديق عندو اللي كيحسبو خوه ملي كيعاود راه باين الفيلم يبقى كيعاود للمساجين ما يحملو حتى شي مسجون علاش كدا هادي هادي خصوصا ملي سمعو راقت الفلان علاش هذاك راه رجال وهادي 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 كيقولو كيبزديوه كيقول لي كيسوى 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 ثمن رخيص كل اللي كيهوز حبسه كما كنقولوا بحال بحال الوليه هنا خصنا نعرف ويعرف العشره كي دايره باش من اللي بغيت عاشر الناس ما يقدرهاش اي حبس مشالو بحال دابا هذا اللي ضرب فيه انا كنقول لكم هاد 15 كنفهم وكنعرف ضرب فيه هاد 15 هيلقى شي واحد كيعرف داك الراجل اللي مات سوا اللي بزديه سوا شحال واحد يزرب عليه حيت هذاك اللي مات الله يرحمه ويسع عليه كان الابطال ما كانش شفار ما كانش حقار ما كانش فيه التعدو ما كانش كيبغي البنات الصحه ما كانش كدا كانت البنت كتحل دارك ما عرفتش شحال هذا البنت كتسمى دايزه قال لك سيري خيتي نهضر معاك شي واحد قولي هالي نقدم شحال محب اخويا شحال واحد شحال هادي تم بزناز شحال واحد كيقول لك بزناز شحال اللي كانوا مجرمين لا بالعكس الكرابه لا ما مجرم كيبيع ويشري كيخدم على راسو ولكني كيحترم الناس الحومه احترام احترام واجب كيحترم ويا حبيبي اختي بخير الوالده كي دايره وغسله يديها وهادي وغاديه الامور على خير وبخير دابا لا مابقاش بنادم كيحشم من بنادم
المهم ما عليناش ضرب تكون 13 سنة، 13 سنة وكي يخرج خرج 13 سنة شحال كيضرب في السيفي مع مريض طيقة والسدان كيضرب 3 شهور في السيفي 3 شهور وكي كيودع كيموت موت الله مريض كيموت موت الله الله يرحمه ويوسع عليه تاهو أذكروها أمواتكم بالخير أنا كنعاود لكم قصة كي دايرة باش يفهمها بنادم ويعرف قصة كي دايرة تيموت فين كيدفنوها خوتي فين كيدفنوها خوتي هنا تعرفو كيدفنوه حدا هذاك اللي قتلو حدا الصديق ديالو القبر ديالو جا حدا الصديق ديالو خوتي قربي لجا القبر ديالو حدا الصديق ديالو حدا هذاك اللي قتلو سبحان الله العظيم شوف شحال ضرب الحبس 13 سنة وهو اللي قاتلو والقبر ديالو جا حدا القبر معجزة من الله ولكني كيبقى بنادم كان خدام العقل ديالو بقا تكور داك داك الله سيانا تكور داك نقول لها لامك سيري ولا قسم عطي لام امي يشرق لها وجهها هذاك راه خاي شرق لها شحال ديال الطعام ما خلينا فين مشينا ما خلينا فين جلسنا ما خلينا ما دخلنا ما خلينا ما كدا عمرو عدالي جيتي خلطتي شعبان مع رمضان وهديتي كل شيء شي استفدت استفدت طيعت داك البطل مسكين الله يرحمه ويوسع عليه مات رفض الحق صيفطت الاخر انا في الحباسات شحال من حبس ضرب وكل حبس كيمشي فيه كيمشي له ترانسفير باساجي ما كيعرفو تا واحد وما فايت لا ضرب لا حبس لا والو راه يديك على العذاب على القهرة تلقى كديرو رزقو اسمع عمرو مسكين ضرب الحبس كيجيبو الوالد يرزق الخير وكدا تما كتلقى الرواق لا من 17 عام في السطرة 15 16 طايب حبس كيقلب غير لك حلا راه إلا بانتلوش راه يديرو رزقو واحد مشى للقبور والاخر مشى للسطرة وهي بقات كتسارى مع راسها زعما راه مريقله ولكن شكون الخبراي شكون اللي ما عنده اللي ما خدمش عقله هو هذاك اللي قتل الاول عشيرها ما خصوش ملي قالت له اشني واشني ما خصوش يبرك عليه يقول لا شنو قلتي ماشي زيد سالا عنده وزر ما مش عارف عاود ما يعطي ما قلت له الكلاب هو غير تسكنا درا خاي داك زوري عليا راه درا خاي خانت ليا باش يسال عنده ما بغاش درا كيبقى ديما خاي عقلك راه عارفو ولاد الحسان رجع للقدام شحال هادي ولاد البلاد شي دير تقتل صاحبو كانوا كيشبعوا البابز هو كي حدا ما كيخاف منه كيتبشر منه الاخر اخر 5 6 كيدوز معاهم بوحد وبلا نضا غير كيزا هو دابا قال الماء كدا انا ضد تحت حلي تقول له صافي يقول لك زيد في غبي حالات هو كان كيكالي عليه الصاد وهادي وهادي شو الخير باش كيولي الخير كيولي بوم زوي الله اكبر كبير عند كبير صاحب كثير شوف على كلمه الحق لكم الخير كيولي بوم زوي الاذان باش يفهم بنادم اخوتي ويعرف شو على قصة كي دايرة قصة فريدة من نوعها قتلهم وضرب 13 لعام عطاو 15 ضرب 13 لعام الحبس وني خرج ضرب 3 شهور ومور 3 شهور مات تدفن حدا الصديق ديالو حدا عشيرة اللي كان معاشر معاه كثر من 10 سنوات اللي هو فنان علاش هلاوي هذا رخيصة مساوية ثمن انت غير ساوية ثمن واخا يعني مساوية ثمن ما والو يوم معاك حتى مع الاخر مع الاخر مع الاخر مع الاخر مع الاخر الناس ما كتفكرش لهذا الشيء كتبقى يفكر يشوف بعيد امين لقيتي تشوف غير قريب ديما تخسر ديما تكون انت هو الخاسر ما عمرك تكون انت هو الرابح ديما انت هو اللي تكون خاسر كتشوف انت راسك راك رابح ولكن لا
راك انت هو الخاسر. ديما خصك تشوف راسك انت هو الخاسر باش تكون انت هو الرابح. سيادنا الاول شنو كيقول؟ كيقول لك بات شماته صبح راجل، ماشي بات راجل صبح شماته. بحال ياش بات شماته صبح راجل، انا نفسرها لكم. ملي كتبات شماته كتصبح سيد بغا يسبك واحد اخر كتدخل معاك الناس كيجيبها الله من غير يديك. اما الى سبك وبغيتي تبات راجل كتمشي تضربو تشير عليه تقيسو كدا بالمنضه وهادي وهادي، كيمشيو كيطلع للطبيب ولا غدا كيصوب شهاده طبيه. صبحتي ضاربو خصك كتبقى تصيفط عباد الله صربو وطاحلو على رجليه وهادي وهادي، كتصبح شماتة. فهمتو دابا الفيلم ديال بات شماتة تصبح راجل، بات راجل تصبح شماتة، وهي هادي اللعبة ديال اخوتي. انا كنقول لكم خص بنادم يفهم شنو كاين هاد العالم هذا. يتبدا قصة أكثر من 26 سنة. هذاك اللي مات الله يرحمه ويسهل عليك، كان راجل وبطال وسنطير، ما كانش كيبغي الحضرة، آخر تا هو كان ظريف وهادي، كانوا معاشرين، كانوا معاشرين، ولكن شو السبب؟ شنو هو؟ السبب هو دامرية، هي اللي خرجت على بنادم، علاش؟ علاش أنا ندمر حدا آخر، وحدين آخرين؟ علاش تدمر واحد اخرين؟ علاش ملي مسطو واحد اخر الحابس؟ علاش بزاف؟ وحنا في السيفي، في السيفي دابا ها دابا وعرقاني عاد دوشنا وعرقاني عاوتاني نسالو الفيديو نمشي ندوش. يلا حسن عوان مسكين اللي في الحبس دابا، يلا يلي حسن عوان وخوتي صاحبي وصل. ديما كنقول لكم راه اللي ما ابونيش مع كومبوزي دخلي ابونا بلا ما تنساوش التغيميسه تغمسو غمسو. المهم انتر الزويله القبيح حنا ما عندناش المشكل باش تجي معاها، قلت لك راسكم الفراجة كومبوزي هو مشى. ديما كنقولها لكم قبل ما نبداو قبل ما نختمو، اللي مريض دعيو معاه في هاد الصاد الله يشافيه في الحبس، اللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئ عليه. وتحياتي ليكم، تحياتي للمغاربة كاملين داخل الوطن أو خارج الوطن. ديما كنقول لكم عاش الملك الله ينصر سيدنا، وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.